وسط الزحمة خلونا نبدأ بخبر مهم أو مش مهم بقى، الناس بقى تاخد تلك الأخبار بسخرية كبيرة جدا، والسيسي نجح في ده إن يخلي الأخبار الكارثية الناس تاخدها بسخرية زي سد النهضة. خبر الكارثي بتاع سد النهضة، رئيس الوزراء الأثيوبي يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100% 100%. سيبك من الخبر، خلصنا في سد النهضة كل الكلام من أول إنشاءه للبنوك المصرية والإماراتية اللي دعمته، من قرار الماضي ومصر حلها اللي فتح باب الاعتمادات لأثيوبيا عشان بناء السد ما كانت دولار واحد، كل ده رصدناه تاريخيا وبالوثائق. والسيسي اللي أمهل أثيوبيا كل الوقت عشان تكمل بناء السد ليصبح مصر رهينة المحبسين. مصر لأول مرة في التاريخ رهينة المحبسين، محبس المية في أثيوبيا في إسرائيل، أثيوبيا يعني إسرائيل، وسكينة الغاز بتاعت الكهرباء والطاقة في إيد إسرائيل. لكن الابن البار للكيان نجح في كل حاجة، دمر مصر وركع الشعب ووصم الجيش بالخيانة ودمر الاقتصاد وباع الشركات والمصانع ودمر التعليم والصحة ودمر أخلاق الأسرة المصرية وركع مصر لبلاد العالم للأسف الشديد. وآن الأوان أن نقولها ويجب أن يرددها المصريون من خلفنا حفيا بإسرائيل أن تفخر بصناعة عظيمة زي السيسي نجحت فيه نجاح باهر في كل حاجة. الأيام دي في تجريف غير مسبوق في مصر، مش تجريف أطباء وطردهم برا مصر لأن ده شغال بكثافة بشكل كبير جدا، ولا تجريف أراضي زراعية لأن ما بقاش في مية للأراضي الزراعية للأسف الشديد قريبا، لكن احنا شغالين دلوقتي في مرحلة تجريف المقابر. تجريف المقابر، تدمير الحاضر والمستقبل والماضي. هل اعرف حد اضطر يطلع اهله المتوفيين ويعيد دفنهم بسبب هدم المقابر؟ ده كتب السؤال ده عشان يشوف يعمل ايه معاه. ردود الناس عليه كان بتحمل كمية مرارة وقهر وحزن مش ممكن تشوفه غير في غزة. والله غير في غزة. طلع ابويا من السيدة نفيسة ورموه في مقبرة في العاشر من رمضان، ما بقيتش عارفة مكانه ولا اعرف ازوره. طبعا مش ابويا بس، ده كل العيلة، وكمان عبارة عن لحود مش غرف، اللي هو تقريبا ما تعرفش مين فين اساسا. عشت نفس لحظة موته تاني، مفيش حد طلع عرفات الا لما اتكسر قلبه نفس لحظة كسرة الوفاة بالظبط. وقعد فترة قلبي واجعني، وما زلت لما بعدي من السيدة نفيسة قلبي يتعصر ان ما بقتش عارف ابويا مدفون فين. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هتراضي التربي عشان المدافن هنا عبارة عن لحود، هتراضي التربي عشان يخلص لك ويمشي لك الورق اللي مش سالك اللي هو قديم يعني ومش هتعرف توصل له. الموضوع تقريبا بياخد حوالي 3 أو 6 شهور او موعد هدم المقابر، ايهما اقرب؟ احنا نقلنا موتانا من المقبرة اللي عمرها فوق 120 سنة وبها 5 أجيال من الاهل، نقلنا عظامهم للعشر من رمضان في يوم شديد الكآبة. بقول لك شعب قهر وتزل كما لم يدل. احنا طلعنا بابا وخاله من مدافن السيدة نفيسة ونقلناهم بدر، طلعت ابن الشاب وزوجي وكأنهم ماتوا تاني، نفس الوجع ونفس الدموع والألم زي يوم وفاة ابني، و5 متر بفتة عشان نعرف ننقله، واشتريت مقبرة عشان ما روحش العاشر من رمضان. ربنا يرحمهم ويربط على قلبك. نص الناس اللي عرفهم بما فيهم جزء من عيلتي بتشوف مدى انتشار ولا عايزة توصل لحد عشان تحقيق صحي. احنا نقلنا مدافع العيلة من السيدة نفيسة العاشر من رمضان، جدتي واخواتها. احنا نقلنا مقبرة الاسرة كلها، فيها العمام والجدود كلهم. بقول لك حتى الماضي قرر يفترسه. يقول لك طلعت ابوه، يقول لك رحت ما لقيتش جسامين نص عيلتي، واللي تقول لك طلعت جثمان ابن الشاب، كل ده عشان هيتعمل كوبري ملوش 60 أي لازمة غير إهانة
وإذلال المصريين أحياء وأموات. قهر في رد على البوست بتاع هيثم التبعي ده قهر. لو مفيش قهر غيره في البلد تعرف ان الشعب ده متداس عليه بالجزمة ازاي؟ قسما بالله قهر ما طلع من غزة نفسها. تم نقل عائلة والدي من المدفن بسيريا نفيسة لمنطقة الروبيكي، تم سرقة كل ما كان بالمدفن من ابواب وشبابيك وحليات حجرية. طلعنا بابا واخواته رحمة الله على الجميع. انا طلعت اغلى الغاليين بعد سنة واحدة من دفنهم، وكان موت وجنازة تاني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. معلش يا جهان، الله يجعله في ميزان حسناتكم. لا بس اخويا من سنة ونص كان معدي جنب مقابر بتتهد وشاف كفن على الارض ومحطوط جنبه طوبة كبيرة. كان سايق وعمل حادثة كبيرة من الخضة دخل فيها عمليات، لولا ستر ربنا كان راح فيها. غير الصدمة اللي دخلها شهور طويلة. يعني الأذى مش بس اللي بينقل أهله، ده أذى لأي عابر سبير على الطريق. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ناس بيغتصب ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. أيوه حصل معانا سنتين في مقبرة التونسي، دفنت أبويا. نعم أنا طلعت أبويا، أنهار أبيض. كمية المرارة والقهر والألم في ردود الناس صعبة جدا. العصابة المجرمة دي ما سابتش انتقام لم تفعله في الشعب أحياء أو أموات. الناس اللي ماتت من سنين قبل ما تشوف سحنة المجرم. العمير دمر بيوت عيالهم وراح دمر مقابرهم. آه والله العظيم، حتى اللي ميت ما سلمش منه. الواحد لو عايز يضمن بعد موته انه يدفن شرعي يروح فين؟ يوجد مقابر بالعبور عبارة عن عدد من اللحود. اعتقد دي هتحقق طلب حضرتك. متخيلين مدى القهر والألم في كل الناس؟ متخيلين؟ ماما نقلت جدي واخواتها ومامتها. عندي كذا حد من صحابي. ايوه حصل، زوجي طلع امه واخواتها ونقلهم 15 مايو من مقابر الامام الشافعي. ده صوت قهر الاحياء اللي تعرضوا من تاني للحظة الوفاة وكأنهم يعيشونها من جديد. نروح للقهر والألم والجوع اللي بيعيشوا اللي عايشين بقى بعيدا عن الأموات. التفخ مش لاقيين حل، عمالين ندن في مالطة. تعبنا تعبنا من الغلا اللي بتعملوا فينا ده. هنفضل في الفقر ده كتير؟ هنفضل في النكد ده كتير؟ هنفضل مش لاقيين ناكل كتير؟ نعمل ايه؟ نقول لي حل، حد يرد عليا ويقول لي حل. خلاص انا تعبت، انا رزقي يوم بيوم، قسمت بالله رزقي يوم بيوم، رزقي يوم بيوم، رزقي يوم بيوم. للاسف كل هذا الالم جزء من فاتوره الدم والقهر اللي الشعب سكت عنها. والله بقولها إحقاقا للحق وليس تشفيا، وربنا اللي عالم اللي في الضمائر. ليس تشفيا وأنا مش مجبر أحلف لك. ليس تشفيا رغم ما عانته أسرتي وإخواتي وأهلهم وناسهم وقرايبنا وعمامي وعماتي ونسايب كله. ليس تشفيا والله. فاتورة غزة هتكون أكبر 100 ضعف، هتكون أبشع وأكبر وأوسع، لأننا لم نتطهر مما لحق بثيابنا من درن. ناس بتصرخ من الجوع والفقر. سفهم حاجة، امتى الوضع هيتحسن؟ الناس كلها فاكرة ومتخيلة ان زيادة البنزين هي المشكلة. لا يا حبيبي، زيادة البنزين هي المشكلة، زي المشكلة الحقيقية ان انت لو تعبت او قعدت في البيت يومين او بالصدفة عملت حادثة مش هتلاقي تعرف تصرف على بيتك ولا على علاجك ولا على عملية ولا على اي حاجة، لان كل حاجة غليت. فاحنا بنموت فعلا،
الموت بس بالبطيء بالبطيء. يا رب يحس بينا، يا رب يحس بينا. لا تحس انت بينا يا رب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأوضاع في مصر بتزداد سوء بشكل عنيف، مع إن امبارح تصنيف فيتش رفع مصر ثمن الخيانة زي ال 94 مليار. تصنيف قال إن مصر تقدر تسدد جزء من الديون نتيجة إنها باعت الأرض والمصانع والمدن وراس الحكمة كله مقابل خيانة غزة. تصنيف فيتش في أحلك لحظات الوطن بيرفع التصنيف. للأسف مع إن البلد من حضيض لحضيض أسوأ. صباح الخير. هو إحنا رايحين على فين؟ إحنا المصريين راكبين باص السواق ما بيعرفش يمشي إلا في الأماكن الواسعة بس. أنا سمعت من كام يوم رئيس الوزراء المصري بيقول إن إحنا ممكن نطبق نظام اقتصاد الحرب، وإمبارح رئيس الجمهورية أو أول إمبارح رئيس الجمهورية بيقول إن إحنا بنعيش أجواء هزيمة 67. الموضوع صعب والكلام ده ليه تبعات خطيرة. أنا مش اقتصادي ومش مسؤول ومش دارس، ولكن أنا مصري بفهم. الكلام ده جد خطير. إحنا علشان نطبق اقتصاد حرب وإحنا ما بنحاربش نبقى فشلة، وعلشان نعيش أجواء هزيمة وإحنا ما بنحاربش نبقى فشلة. العربية ماشية بالريوس، العربية ماشية للخلف. كفاية كفاية، احنا مش تعبنا، احنا الصمت قتلنا. كفاية الصمت قتلنا. والله الصمت قتلنا، جملة معبرة جدا. من يومين عرضنا لحضراتكم اخر حلقه في الاسبوع اللي فات اللقطه بتاعت دهان اسدين قصر النيل بالورنيش، اللي بعديها انتشرت الصوره دي بعد ما عرضنا البتاع. صوره تنفع للجمهوريه الجديده. ممكن الحكومه المصريه الرشيده تستغل الصوره دي في الترويج للسياحه المصريه. المهم، بعد اي فضيحه كالعاده زي ما لسه وريتك في السفن، حاولوا يلفوا ويالوظوا ويالفوا اي قصه فيفضحوا نفسهم اكتر. فبداوا في نشر الصوره دي والبوستات دي. لجان اللي تبع النظام اللي بيدفع عليها فلوس كبيره جدا، لما الصوره اللي على اليمين ما تبقاش ترند والصوره اللي على الشمال اللي هتبقى ترند يبقى عليه العوض ومنه العوض. بداوا يلعبوا، بص بص اللعبه. كل ده ديفيد. اهلا يا ديفيد، اهلا يا ديفيد يا حبيبي مصري حتى النخاع ديفيد. للاسف نخلي بالنا من حاجات كتير، مش كل اللي بينتشر يتصدق. اسدين قصر النيل قبل وبعد اعمال الترميم. اول ما تلاقي العالم المصري ملصق بالبتاع اعرف ان هو تم اغتصابه من اللجان. مش بيعجبهم العجب ولا معاهم حق غضب بسبب طلاء اسود قصر النيل باللون الاسود، وبداوا ينشروا الصوره ايه انه ان الكلام ده مش صحيح. انتوا شعب نمرود، مش عاجبكم نورنش الاسدين بتوع قصر النيل بورنيش جزم؟ شعب نمرود، شعب نمرود. للاسف الشديد مش بيعجبهم العجب ولا معاهم حق. الاهبل اللي مدور اللجان مش عارف انه ببحث بسيط جدا هتظهر للناس ان صوره اسد قصر النيل اللي مكتوب عليها دي قديمه، وان الاسدين اترمموا في شهر مايو 2018 واعلام المخابرات وقتها خرج احتفل بالانجاز. الصوره اللي انتوا بتحاولوا تلوظوها على انها ده الصوره دي صوره قديمه الانتهاء من تنظيف اسود قصر النيل، ساعتها الصوره اتنشرت في 2018.
بتضيع لدرجة ان الناس ما اهتمتش بخبر انتهاء اثيوبيا نهائيا من ملء سد النهضة. البلد بتضيع لدرجة ان الخيانة بقت مفخرة ووجهة نظر. واللي يتكلم لمصلحة الوطن يبقى عميل وخاين ومجرم ويتحبس او يتعدم او يطرد من البلد. البلد ضاعت وبتضيع اكتر واكتر للأسف الشديد. ازيكم عاملين ايه؟ دي رسالة لكل مصري شريف ومصرية شريفة. ارجوكم احنا لما جزيرة الوراق ليها اللي دخلوا عليها وكانوا عايزين يهدوا البيوت ويهجروا اهاليها، اهل جزيرة الوراق وقفوا لهم فما قدروش يشيلوا حبة رمل منها. اهل جزيرة الوراق الجدعان، عيب وعار علينا تبقى بلدنا بتتهد وتاريخنا بيتهد واحنا واقفين ساكتين. الناس اللي ساكنة جنب الاماكن دي وبتشوف البلدوزر وهو داخل، انتوا ازاي ساكتين؟ انتوا مش ضعفة، انتوا مش ناقصكوا حاجة، مش ناقصكوا لا قوة ولا ناقصكوا نخوة عشان تسكتوا على اللي بيحصل. ما تسكتوش، ده حقكم، ده حقنا. ما تسكتوش، ما تسمحوش لبلدوزر يدخل يهد حاجة. لما بتتهد خلاص مفيش، مش هترجع تاني، انتهت. ارجوكم ما تسكتوش. صحيح احنا في غنة في العالم كله، والغنة مصيرها هتروح وقت ما تروح، بس ما تسكتوش. على الاقل دلوقتي اللي في ايدينا نعمله، لما بلدوزر ولا اي حد يجي يلمس طوبة من اثارنا ومن تاريخنا لازم نقفله. ارجوكم ما تسكتوش. البلدوزر لو لقى قدامه رجاله وستات جدعان واقفين بيقولوا له انت بتعمل ايه، مش هيقدر يتقدم. في اكتر من مكان الاهالي اللي جنبه منعوا، هددوا، وقفوا، فما تهدوش. زي مثلا مقبره طه حسين، محدش قدر يقرب لها واتلغت الازاله لان الناس اللي جنبها وقفوا وما رضيوش انها تتهد. ارجوكم ما تسكتوش، ارجوكم اقفلهم، مش هيقدروا يعملوا حاجة. احنا اقوية بس محتاجين نتحرك، لازم نتحرك. ارجوكم انقذوا مصر، انقذوا تاريخ مصر، محدش يقف ساكت. وارجو اي حد يشوف الفيديو ده يشيره ويبعته للناس اللي قريبة من المكان، يبعته في كل حتة. المهزلة دي لازم تقف، لازم لازم تقف. المهزلة دي لازم تقف.